شغلنا ايه؟ على بيتنا. حد زعلك شي؟ لا ابدا، بس ما عاد في داعي لوجودنا هون. اللي كنت خايفة منه راح. وهذا كمان بيتك، هلأ بترجع عبير ما بتلاقيكي بتزعل؟ لو غبت العمر كله ما رح تسأل عني. بقى لا تخافي عليها، ما رح تزعل. يا ست عفاف خليكي معي لبين ما ترجع عبير ونعرف شو بده يصير معها. ان شاء الله ما بصير الا كل خير. على كل هي بتعرف بيتي، اذا حبت تطمن علي انا عم بستناها. يا ملبك برجليهون عبير، برجليهون عبير، وقالوا عبير ماشي الجواز عبير، تجوزت بساه وقلعت عينيهون. واوها وعلى على عين على عين. واوها ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. يعني مالك زعلانة مني؟ وليش لحتى أزعل مني؟ كل اللي بيسعدك بيسعدني. ما بتتصوري بهاليومين اللي غبتيهم عني كيف مروا علي. أنا خلص ما بقى بعد عنك أبدا. عمتي ما بدك تطعمينا؟ بدنا من الجوع. تكرم عينك. حبايب عبير حبايبي، رح أجيب لكم أكل جاهز. جاهز مجاهز ما بتفرق، المهم نعبي ال حاج بقى. خلاص شو بقى؟ خلاص انا بطعميك. عمتي عبير هلا صارت مرتي، شو رايك اخذها وروح على بيتنا؟ انت مالك هين بنوب، عبير ما لها طلعه من هالبيت ابدا. وبما انك صرت جوزها فاعمل حسابك انك رح تبقى معنا ورح اعطيك احسن غرفه بهالبيت. حرام عليكي، ابي وامي بحاجه الي. وانا كمان بحاجه لعبير. ان شاء الله بكره بس تتزوجوا وتتم فرحتكم رح ارضي كل الناس اللي حوالي. وهلأ روح جيب الست عفاف خليها تشوف عبير وتطمن عليها، لأنه عبير لهلأ ما سألت عنا. حرام. خلينا ياكي رايح جيبها. يا ماما خليكي بيتي. يا ماما بعيد عنها. ليش عم تضربها؟ شو عم تطلع؟ ما عملت شيء، بدي اضربها. بس ليش عم تضربها؟ هلأ بعيد عنها. بس لا 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 تخافي ماما، لا لك قاعدة من الله. مرحبا. أهلين بسام، تفضل. خير تعباني؟ الولد رح يجنني، ما عم بقدر عليه، عم بعذبني كثير. طولي بالك عليه لسا صغير، جاي أخذك تشوفي عبير، بس أكون قاتل ورجعت عند عمتك. مين اللي قتل؟ عبد الحميد مو هيك؟ ودياب. أنا كنت متوقع هالشي. أنور وعبد الحميد تآمروا على جابر وضيعوا له حياته، وبالآخير ضيعوا بعضهم، بيستاهلوا. هي آخرة المجرمين، إن الله يمهل ولا يهمل. حتى كمان من الأول كان عنده شك فيهم، من شان هيك ما حاول يدور على عبير بجد. بس أنا اللي دور عليه بجد، وحبستني من الصبح للمساء. أنا حافتح. جدو ما قلت لي شو بدهم يعملوا باللي قتل أنوار؟ والله ما بعرف، أنا ما بفهم بالقانون كتير. ليش عم تسأليني إلي؟ هاي في محامية بجنبك تسأليها. خلص عبورة بعدين بفهمك. الحمد لله على سلامتك يا قلبي. الله يسلمك. هيك يا عبورة، هيك بتكتب كتابك بدون ما تاخذي رأي أمك أو حتى تكون موجودة. يلي عملته برأي أبي وبرضاه ببيته. أنت ليش هيك عم تحكي معي؟ كيف بدك يعني رد عليكي؟ سامعين يا جماعة؟ سامعين؟ الإنسان إذا غلط الله بيغفر لذنوبه، وبنتي ما عم تقبل تغفر وتسامح. فهموني ليش؟ من تصرفاتك أخي بتعرفي إنه جوزك مجرم وقتل أبوك، ليكك لابسة عليه أسود عيونك ورمانة من البكاء، كيف بدك يعني سامحك؟ كيف؟ صدقيني يا بنتي أنا ماني حزنانة عليه، أنا لابسة أسود لأني
يعني أرملة قدام الناس، وغير هيك مشان أولادي. أنا ما بدي أولادي يكبروا ويسألوني ليش ما لبستي أسود على أبونا. ما بدي ياهم يعرفوا إنه أبوهم كان مجرم، بدي فهمهم إنه أبوهم كان طيب مشان هن كمان يطلعوا طيبين. عفاف، لآخر مرة بدي أسألك، أنت كان عندك علم باللي عمله أنور مع جابر لحتى يتخلص منه؟ أنا ما رح جاوبك، خلي جابر هو اللي يقلك لأنه هو بيعرف الحقيقة. خلي القصة خلقت بين يوم وليلة، وأنور ما كان بيعرف أنه رح نطلع نجيب بضاعة. يعني العملية يعني صارت قبل بيوم أو يومين، واشترك فيه عبد الحميد. صدقتك. على كل عبير هلأ صارت لشخص ثالث، يعني لا أنا ولا أبوها ولا أنتي ولا عمتها قلنا فيها شيء نهائيا. انسي موضوع سكنتها معك، أنت ديري بالك على أولادك ونحن ما رح نتخلى عنك. عمتي ما خلص الأكل؟ تفضلوا الأكل جاهز. روحي كلي لقمه، ما بدك تاكلي؟ من قلبك. بسام، انا رح اعاقبك انت وعبير على اللي عملتوه من ورائي. هذا شغل اولاد صغار ما عندهم مسؤوليه. جدو انا ما دخلني، هو استغل وضعي وعمل اللي بدي اياه. مو صحيح، هي وقعتني وخلتني اتسرع. انا مدام هيك طلقني. وانا عهدت نفسي اني ما ارفض لك طلاق طول العمر. شو يعني؟ رح طلقك. لا ما عم نمزح معك، لا مزحي ما بتلقى مزح. عملت لك قهوة لحتى تروقي. ما بدي روق. لك شو قصته؟ لا بقى بين ولا اجا ولا سأل ولا كأنه في شيء. انت رفضتي. ومين قال لك اني رفضته؟ انت قلتي لي وانا قلت له. وليش لحتى تقلي له؟ اجا. مرحبا بي، كيفك؟ اهلين اهلين عمو، تفضل اجيت بوقتها. تفضل اشرب القهوة معنا. ما بدي اخذك، تعالي بتحكي معي. اهلا وسهلا دكتور ياميت، اهلا وسهلا. وين الغيبة؟ لو هيك 100 سنة ما بسألوا عني. لا هو لا عمو، انت على طول بالبال، بس كان عندنا شوية مشاكل. خير من صاير عليك شيء؟ لا ابدا انا بخير الحمد لله. انا اليوم جاي حتى ودعكم. تودعنا؟ لوين؟ ولادي بدهم ياني وما عاد اقدر اعيش لوحدي. ولو يا دكتور، نحن كلياتنا معك. هي الحقيقه انا لوحدي. صار لي اكثر من شهر ما حدا سال عني حتى ولو مريض. رح نستفقد لك كثير عمو. وانا كمان. اصلا ما عندي حدا اسال عنه هون غير انتو. ونحن ممنونين لك كثير على وقفتك معنا طول هالسنين. يعني خساره انك تبعد عنا. ما في خساره غير بالموت. انا راح ضل اتذكركم واكتب لكم دائما. عمو عبير، ممكن اطلب مني خدمه؟ انا عيوني لك. تسلم عيونك. انا بدي اعزبك شوي، راح اعمل لك توكيل عام بالشقه والعياده، وبدي اياك تبيعيهن بغيرتي وتبعتي لي حقهم. بس عمو انا ما بعرف قديش بيسوا. قد ما بيجيبوا انا قبلان، وما بامن لحدا غيرك. طيب لازمك مصاري؟ قد ما بدك بعطيك بلا ما تبيعهم. لا لا، ما لازمني مصاري معي، وما بصير اتركهم هيك. واذا بتعملي لي خدمه كون ممنون كثير. تكرم عينك. خسارة يا دكتور بشير. ما حدا عم يجي لعندي ولا حدا عم يسأل عني. طيب انت ما عم تطلعي؟ اخ يا عبير، لوين بدي اطلع؟ الاولاد تعبانين، تعبيني معه. احمد عم يعذبني كثير، بضل بيسأل على ابوه. هالولد بده رجال يغير تربايته،
ولا رح يطلع مثل أنور. إيه هذا اللي مخوفني. والله ما عم بقدر عليه، أخلاقه كتير صعبة، بس مضطرة سايره وراعيه بعد ما مات أبو. ماما في بيت قريب بده ينباع جنب بيت عمتي، شو رأيك تاخدي؟ وهيك منضل قراب من بعض. هلأ عم بتقولي الله يسامحك، اشتريت شقة ودفعت حقها غالي كتير، هي صحيح مو جنب بيت عمتك بس قريب منه. وإمتى رح تنتقلي عليها؟ ما بعرف بصراحة يا عبير، أنا خايفة أسكن لحالي، البيت كبير كتير وحاسة إنه بخوف. ولا يهمك، أنا ما رح أتركك أبدا وببقى بطلع عليك كل يوم. عبير ماما أنت سامحتيني؟ سامحك، أنا بدي سامحك، أنت اللي لازم تسامحيني، أنت أمي لحتى أموت بتضلي أمي.